اهلا وسهلا. دريت او ما دريت عن قميص منتخب هولندا في بطولة كأس العالم 2022، وجاء تأهل المنتخب الملقب بالطواحين إلى المونديال القطري بعد الفوز على النرويج في مدينة روتردام وتصدرهم المجموعة السابعة في تصفيات القارة الأوروبية، ليسجلوا حضورهم 11 في المونديال ويعودوا بذلك إلى نهائيات كأس العالم بعدما غابوا عن نسخة 2018 هناك في روسيا. وكنت قد التقيت بنجم هولندا المهاجم باتريك لويفرت، تكلم عن حظوظ هولندا في مونديال قطر 2022. Well, they need to prepare well because everybody says that the first game you play against Senegal, you win easy. No, you don't win easy. Senegal is the champion of Africa. You have to respect them. It is important to survive the group. And everybody says, yeah, we're looking from there. No. You have to first look at what you do in your group. And then it comes, you know. A World Cup is a tournament that you have to take step by step. كانت هذه آراء باتريك لويفرت عن الحاضر. أما عن ماضي الطواحين الهولندية في المونديال، فقد بدأت مشاركة الطواحين في كأس العالم خلال النسخة الثانية والتي أقيمت في عام 1934 في إيطاليا، وخاض هناك مباراة واحدة وخسرها وودع البطولة مبكرا. واصل منتخب هولندا ظهوره في النهائيات وصادفه الكثير من الحظ العاثر، حيث حلت هولندا بالمرتبة الثانية في نهائيات كأس العالم في ثلاث نسخ مختلفة. ويرى كثيرون بأن اللقب الكروي الدولي الوحيد الذي حققته هولندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية في عام 88 لا يعد منصفاً للفريق بالدرجة الأولى ولا حتى لكوكبة من اللاعبين التاريخيين الذين كانوا يستحقون حصيلة أفضل. وإن كنت ما تدري عن كل هذا فأنت الحين دريت.